مساء الخير، كي راكي؟ واش راكي لاباس؟ غاية لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. رمضان صحة. كريم كل صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله يدخل علينا بالصحة وال ان شاء الله. لهنا ان شاء الله ان شاء الله. سيدة نسيمة جينا نفطروا عندك اليوم. مرحبا بكم. واش وجدتي الفطور؟ واش وجدتي؟ وجدت اليوم الحريرة. درت لي سوفلي. درت سلطة. درت برقوق. برقوق درت البلاو فور جلبانة. شوف الجلبانة جوستومون هي. ودرت السلطة وال تاع السهرة. درت الشامية. شامية نشوف فيها بعد فاصون كاع لي غوسيت عطيهم لنا. شامية ودرت كسم وفلان. ايه سالاد دو فروي. سالاد دو فروي. سالاد دو فروي. اما الاول الشوربه ني شم ريحتها حريره. صح. حريره الشور تهبل راهي تهبل ريحتها. ايه واش درتي فيها؟ درت زوج حبات زروديه. ايه درت زوج حبات طوماطيس تاع الحبه. ايه درت حبه كورجات. ايه حبه لفت. ايه بصله كبيره. إيه؟ بصله كبيره. ايه هيا قرفه. ايه درت درتي اللحم ولا دجاج؟ لا دجاج. درتي بالدجاج. واه درت دجاج على بالك انا اللحم شويه يجيهم قاطع في الحريره. يبغوا الدجاج. هيا واللي ما عندوش الدجاج يرمي هكا ويدير القطعه تاع البنه. البنه. المهم تجي بنينه وتجي غايه. املا قليتي كلشي مع بعض؟ كلشي قليت مع بعض ودرت ودرت التوابل. شنو درتي التوابل؟ فلفل حمر. ايه ودرت الحرور. ايه قرفه. ايه كرويه. ايه وسكنجبير. ايه والكركم. كركم. ايه كركم. ايه والقصبر. ايه والقصبر. ايه ربطة قصبر مليحه. قصبر مليحه. ايه خاطش بطاطي ديك البنه شابه. فوالا نرمي. ايه ومن بعد نمرق بال ايه بالماء سخون. ايه فوالا هيا ونخليها. ايه تك تك تميكسي تنحي ال ايوا نميكسيها. ايه مين نميكسيها؟ ايه نصفيها في الكسكس. ايه نصفيها في الكسكس باه يروحوا هذوك الخضره هذيك سمو. ايه نكون موجده على فانس لا فارين. ايه ندير خميره. ايه تاع الفارينه ندير ربع مغارف فارينه. ايه شويه ماء. ايه شويه ماء ونخلي وندير شويه خل. ايه ايه ايا ونخليها نديرها من الصباح. من الصباح الفارينه هذيك. ايه ايا كي نطحن وتبدا تغلي. ايه ندير هذيك لافاغي خميره. صح. خميره. ايه ايا تجي ثقيله. ايه تجي ثقيله وتجي شابه. ايه في التاليه ما تزيد. في التاليه. ايه في التاليه نزيد شويه كرويه. ايه شويه قاع دوك التوابل اللي درتهم في الـ في الـ في التقليه. ايه نعاود ندير ونطفي. وطفي مباشره باه تجي ديك النكهه تاع التوابل. شوفي ريحتها تهبل. ايوا ايه احنا حريره هذه غريزان خطره. ايه نديرو حريره خطره شوربه. ايه صح كل نهار وكيفاش. اليوم اليوم الجلبانه. ايه الجلبانه درت جلبانه فورت الجلبان. ايه 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 فورت الجلبان ودرته كيما قالك اكوتي. ايه كوتي. ايه درتي على جلبان. ايا قليت البصل. ايه قليت البصل وقليت معاه الكفته. ايه مليح مليح مليح. ايه ايا ومن بعد خليتها فاني على بجي. ايه ندير طبقه جلبان طبقة كفتة. إيه؟ وطبقة جلبان. جلبان. إيه؟ أيا وندرب رب حبات بايد ولا. إيه؟ كل واحد وش عنده على حساب الكلية. تبغي ديريها صوص بيشاميل. إيه؟ ولا ديريها. إيه؟ ولا ديري ولا ديري بايد. ايه ولا ديري بايض دربيهم. ايه وديري فوقهم فرماج راب. فوالا تجي شابه. تجي شابه. ايه وتزوقيها. ايه مع دنوس. ايه فوالا اكله ناشفه خاطر بزاف طلبوا لي بلاو فوق. ايوا ناشفه وانا ايه ولادي يبغوا هذه. ايه ناشفه مع ما يبغوش ومع الليح. ها يبغوش حاجه. يبغوا صوالح الفوق. والسلطه. سلطه درت سلاد فاغي. ودرت الماسيدوان. الماسيدوان يعني نشوف لا ماسيدوان. ايوا فيها لا ماسيدوان فيها زروديه. ايه بطاطا. ندير كاع جلبان. ايه ندير كاع وندير شويه مايونيز. مايونيز. ايه
ايا وندير الطون وحده الطون تاع الزيت فوالا ايه ايا ونخلطها ايه ونزوق ندير في الوسط الرز ايه ونزوق بالسلاد فيرت ولي طوماط لي طوماط ولي زوليف نوار ولا كي يطلع لك كيف هو هاكي تشوفي كاين يزوق بالبيض يعمر داك البيض يعمرها بالمايونيز وتزوقيها كل واحد وش عنده في الدار عندنا شهر كامل شهر وكل خطره ونديروا كيفاش حاجه فوالا والحم الحلو درتيه الحم الحلو درتيه البارح يسمع نهار الاول نهار الاول توجور نديرو على بالك كي عارفه الحم الحلو نديرو الفواكه كاع المجففه هيا وندير حبه بصله ونرشقها بالقرنفل ليه هيا وندير عود قرفه ونقلي بالدهان صح مين نقلي وندير شويه زعفران باه تجي ديك لا كولور هيا ونقلي وندير السكر وندير الماء هيا ونقيس دوك قد اللي تغلي شويه وندير دوك الفواكه المجففه خليها مين تشوفيها طبخت طفي صحيح يكونوا ديجا دايرتهم في المزهر تنقعيهم في المزهر في المزهر قبل صح باهي تعطي ديك الكوجي شباب وديري نص شويه ليم صح الجلفه تاع ليم باه تعطي ديك النكهه تاع وديري شويه مزهر في لافان باه تجي معطره واو ديري شويه نجمة ايوا ديري نجمه ديري كاع كسمه وتحطيهم في كي تشوفي فيهم راه محطه ما شاء الله ما شاء الله والقلب اللوز شباب وينو قلب اللوز درتي الشمع قلب اللوز درت نورما تاع كيما قال اقتصادي 100% الشباب اللي نشوف ايوا درت درت الديسير ندير قلب اللوز ومن بعد نديرو الديسير نوري لك قلب اللوز ها وين محطوطه كي عارفه كي اقتصادي درت ثلاث عبار سميد ثلاث غرفيات سميد هذيك على حسب كل واحد والبلا تاعو فوالا ثلاث عبار سميد ثلاث عبار سميد عبار سكر هيا وديري كاس مازهر عبار نص سكر قلتي لي عبر سكر عبر درتي عبر قبيله سقسيتك وقيلا قلتي لي عبر ونص درت عبر عبر هي عبر ونص عبر ونص فوالا عبر ونص هي راكي راكي من الساعه راكي تشوفي فيا كي كنت نحضر فيها تلت عبر درتي ودرتي عبر ونص سكر هيا ودرت عبر مازهر زهر فوالا هيا وحبكت هذاك السميد مليح مع السكر كي تحبكيه مليح يولي مرمل يولي يتخلط مع السميد كي ديري له المازهر يتعجن ويولي متعسل لما طيقيت ديريه في لو بلا تاعك تحضري الشربات تاعك العاديه تاعنا زوج عبر سكر في عبر في عبر ما عبر ما عبر سكر لا درت تلت عبر ما وواحد سكر وعبر سكر, سكر ودرت مين خليتها غلا 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 مليح درت كاس مازهر في لافا مين بغينا مين طيب لك الشاميه تقطعيها ديك سمو وديري الدهان نسيت ديري الدهان دوبي الدهان وديري من فوق من فوق في الوجه نتاعها في الوجه نتاعها ما درناش الزبده في العجينه درتي من الفوق درتي من الفوق فرغت هذاك الدهان من فوق كل واحد وكيفاش شويه كميه صغيره بالبانسو بانسيها كي شغل راكي تحفري فيها هكا بالبانسو هيا وديريها او فوق مين اكسمو من الطيب تكوني ديجا الشربه طايبه تكون بارده تكون الشاميه حاميه فرغي فوقها وخليها تشرب فوالا هيا ونديرو لاتاي ولا كل واحد وكيفاش يدير قهوه والديسير شباب انا نشوف ديسير كي تشوفي درت لي فريز راه وقت موسم الفراوله درت لي فريز درت التفاح درت التفاح درت البانان هيا وخلطتها هكا ودرتي سالاد دو فخوي سالاد دو فخوي شويه شويه هيا وطيبت لو سيغو لو سيغو ودرتها فيها ما درتش السكر درتها سيغو ودرت شويه ليم فيه عصرت شويه ليم ودرت فيه
اي بس هي عمرتها في لي غامكا كي تشوفي في هذو لي غامكا معمرين فيه هي هذو للسهره ناكلوهم كاع هذو في اللي كل واحد هذوك مين نبغوا نسحروا ناكل انا ما قاعده نسحر والطعام كي عارفه الطعام والبن كي عارفه هاني نفختو في الليل نعاوده عاودي هي صح ما نديرهاش قاع دروك تفويره الزوجه نديرها في نسحروا دائما بالطعام توجور بالطعام اي بارك الطعام وحنا على بالك رب البيت يبغي الطعام كيما حنا تالي ويبغوا اللبن معاه يبغوا الطعام بالبن فوالا ان شاء الله يا ربي عنده كل واحد وكيف الدلع صايره صايره موسم تاعو راه دخل كاين جوستومون ايوا لا لا غير نسمو بالصحه ولهنا الصحه ولهنا ان شاء الله اخواتي دنا سيما ايوا وكل عام وانتم بخير ان شاء الله ونصوموا بالصحه والله يطفي علينا هاد ان شاء الله كل عام والجزائر بخير الجزائر بخير ان شاء الله وان شاء الله الجزائر تخرج من هاد الازمه اللي رانا فيها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بربي برحمن شكرا شكرا سيدتي شكرا شكرا نيا وتفطروا بالصحه ان شاء الله انتم راكم عندنا ضياف المستمعات يفطروا المستمعات بالخير ان شاء الله شكرا هيا تقعدوا بخير ان شاء الله شكرا نشكروا سيدة نسيمة على الأطباق اللي قدمتهم لنا إن شاء الله تكون نالت إعجابكم أما أنا سيدتي رح نقدم لك مقبلة اللي هما خبيزات محشيين يعني خبيزات شابين بزاف ألوغ كي تديري هاد الخبيزات يعني لي بان فارسي كي تحضريهم ما ريحاش ما تعجنيش الخبز ما تعجنيش تستغني على الخبز دونك يعني لانه رايحين نرافقوهم مع الحساء ويعني حتى السحور الاطفال ما يحبوا يسحروا يقدروا يسحروا بهم يعني يتكلوا سخونين وباردين بون نكتبوا خبيزات محشيين الوغ العجينه عندنا 3 غرفيات فرينه 4 مغرفة اكل نتاع بودره الحليب مغرفة تاع أكل تاع سكر مغرفة صغيرة تاع الملح يعني غرفيات اللي غرفيات تاع الشرب هذوك صغار فوالا غرفيات تاع الشرب صغار باش تعرفي إلا كان كبرتي العبر ضعفي المقادير تاع السكر وتاع الملح هذه تعرفي ألوغ نحتاجو باكية خمارة مغرفة تاع أكل تاع خمارة الخباز ونحتاجو 8 مغرفات أكل تاع الزيت ونحتاجو ماء دافي نعاودو 3 غرفيات فرينة 4 مغرفة أكل نتاع بودرة الحليب مغرفة تاع أكل نتاع سكر مغرفة صغيرة نتاع ملح باكية خمارة نتاع الكاطو مغرفة تاع أكل نتاع خمارة الخباز 8 مغرفة تاع أكل نتاع زيت وماء دافئ به المعجنتنا هنا نحطوا كامل المواد الجافه نخلطوهم مليح نضيفوا الماء حتى نتحصلوا على عجينه هنا لازم العجينه نتاعك لازم تكون تتسقلك في يدك يعني تجي شويه جاريه ما تخليهاش متماسكه باش هذاك لي بتي بان تاعك ما يجوش فيهم اللب بزاف يعني يجوا خفاف ما يجوش تقال دونك خلي عجينتك تتسقلك في يدك غطيها وخليها تخمر الوغ من جهه اخرى وجدي الحشو نتاعك الحشو انت كيما تحبي تحبي ديري الحمرحي تحبي ديري الدجاج مرحي تحبي ديري خضار خضار دوك نعطيك كيفاش يعني ما عندهاش لحم تقدر دير بالخضار شابين بزاف بون كيما انا نحبهم بالخضار دونك تقدر الاخت دير كيما تحب وحتى يعني في سائل الايام تحبي ديريهم للاطفال كوم يعني بور لو غوتي للومجا تعمريهم بالشوكولا وديري نفس الطريقه ديري فيهم الشوكولا وطيبيهم للومجا الاطفال تاعك في الفطار يعني بون هنا رانا درناهم مالحين برك لما ديريهم حلوين زيدي شويه سكر ما يجوش شويه حلوين وتعطريهم بلافاني تعرف الاخت حنا درناهم مالحين دونك نقصنا السكر وما درناش لافاني بون عجينتنا راهي تخمر قلت تسقلك في يديك غطيها خليها تخمر ونوجدوا الحشوه نتاعنا الحشوه دائما ننصحكم لما نديروا الحشوه نزيدوا البصل باش ما تجيش ريحه اللحم بزاف ولا يعني البصل ديري حبه كبيره او زوج ولا ساديبون الكميه ديري يعني ساديبون الكميه تاع العجينه اللي عندك برك نزيدوا البصل ديروا في مقله الزيت ونقلوا البصل حتى يذبل كي يذبل نضيفوا له الكفته تاع الدجاج او تاع يعني ولا تاع اللحم عادي تاع البقر نخلطوا مليح مليح حتى يتخلطوا يعني وراهم يطيبوا ملح فلفل كحل سيتو يعني ما نكثروش التوابل نقلوهم كامل مليح كي يتقلاو
هكذاك سخونين، دير لهم قطع تاع جبن، ولا يعني دوك راه رمضان من الاحسن باش يعني بسي بلوز ايكونوميك باش تكون اقتصاديه، ديري اشري الجبن تاع الميزان يعني باش يجيك رخيص، يعني تقدري ديري قطعه يعني ان بون مغسو نتاع الجبن وديريه لداخل خلطي، علاش؟ باش الحشوه ما تجيناش ناشفه، ما تجيش ناشفه، دونك ما تجيش ناشفه. بون احنا هنا الاخت درنا الكفته تاع دجاج او اللحم مرحي، تقدري لما كانش عندك الكفته تاع دجاج تقدري واش ديري؟ طيبي الدجاج تاعك عادي، طيبي بالبصل، دائما بالبصل، ديري كميه كبيره تاع بصل وطيبي الدجاج تاعك، قليه ملح فلفل كحل سيتو، وخليه يتقلى. من بعد كي تكوني مكثره البصل وديري الزيت تو، دونك هذاك الدجاج يطلق الماء نتاعو، ما نحتاجوش نديرو الماء، نقصي النار وخليه يطيب غير في بعضه، كي يطيب خليه الا كان شتي ينشف ديري واحد الفنجان ما بركه، يا يعني نورمالمون كي تغلقي عليه وتنقصي النار، نقصي النار باش يطلق الماء نتاعو يطيب غير في بعضه، نقصي كامل النار، الا كان شتي ينشف يعني وما طابش ديري فنجان ماء. بون كي يطيب راهي ما كانش المرقه، يجي غير في ليدام نتاعو في البصل، نحي الدجاج فتيه فتيه رقيق رقيق، وعاودي رجعي في هذاك البصل، يعني ثاني كي تجي شباب يكون غير في بعضه، يعني عطيت لك طريقه الا كان درتي كفته تاع دجاج او دجاج مفتت، تعرف الاخت يعني باش هكا تعرفي، خاطر كاين اللي عندها الكفته تاع الدجاج ما تروحش تدي الدجاج واحد اخر وتطيبو، واللي ما عندهاش طيب الدجاج كيما راني وريت لك وتفتيه وديري مع ذاك البصل اللي راه في لاكوكوت، تقلعيه بالعقل تزيديه معاه، ديري شويه جبن وتخلطي. هنا الحشوه ما تجيش ناشفه، ما تجيناش ناشفه، تجي مشمخه بالجبن ومشمخه بهذاك البصل اللي يعني طابت فيه، تجي شابه بزاف. بون نخلطوها من بعد ترجعي للعجينه نتاعك تفشيها وديري كرات، اللي عندها ميزان توزن توزن، ديري كامل نفس الحجم، سا ديبون لا بغيتي لي بتي بان كبار ديري 70 غرام 90 غرام، يعني سا ديبون الكرات كاع كيف كيف، لا حبيتي على حسب ما تحبي الحجم نتاع، ما تنساش راحين يخمروا واه فوالا، ديري تقدري ديري خمسه يعني 90 غرام 90 غرام 90 غرام 85 غرام 85 90 غرام، تجيك الحبه يعني لو بتي باي تجيك في العبر، ديرهم كامل، واللي ما عندهاش ديري كرات كيما المسمن بيزي كيما المسمن، ديري كامل نفس الحجم، تعرف الاخت عينك ميزانك، ومن بعد فوق طاوله العمل حلي هذيك العجينه تاعك، حليها شكل بيضاوي، حطي شويه حشو في الوسط كامل في الطول، وعاودي غلقي غلقي بصبعتك بركي تغلقي، يفو بيان سودي لي بوغ، معناها زيري على الاطراف مليح مليح باش العجينه تاعك ما تنحلش اثناء الطياب، يعني كي شغل خيطيها زيري عليها بصبعتك حتى يعني تغلقيها مليح، بعد عاودي قلبيها باش هذيك الفتحه تجي من تحت، الفتحه تاعك يعني تاع البتي با تجي من تحت، وسقميها مليح بالطول، كملي كامل العجينه نتاعك، ديري لي بتي بان تاعك، ومن بعد اطليهم بالبيض وديري فوقهم شويه ججلان ولا حبه طيبه ولا سانوج، تقدري ديري نص بالججلان نص بالسانوج ونص بحبه طيبه، نعم بحبه طيبه نعم يعني لي غراندانيس باش تغيري، ومن بعد ترفديهم وتحطيهم في ان بلا يكون مدهون. علاش ما دهنهمش في البلا اللي يخمروا فيه؟ لانه رايحين هذاك البيض يسيح يسق في الـ في الـ في الـ في, الـ في البلا، واللي بتي بان تاعك رايحين يسقولك، احنا من باب الاحتياط ندهنوهم فوق طاوله العمل، ومن بعد حكمي ان بلا تاعك دهنيه، ارفدي غير بالعقل دوك لي بتي بان، حطيهم في البلا بعديهم على بعضهم لان رايحين يزيدوا يخمروا مره اخرى، تسخني الفرن تاعك وطيبيهم، طيبيهم تيكون سخون الفرن، طيبيهم على 180 غير في غرضهم، يطيبوا لي بتي بان تاعك، كي تشوفيهم حمار وكامل مع الطراف ومن تحت تشعلي من الفوق باش يحمروا، يجوا بيان دوغي، يجوا حمرين شابين، يعني تشوفي ريحتهم تشهي، نظرة تاعهم تشهي شابين بزاف، هنا ما نعجنوش الخبز، نديروا هذو لي بتي بان، فوالا، هذه الكيفية الأولى، ودوك نمروا إلى الكيفية الثانية، نعم. الوغ الكيفية تاعنا تانية يعني تاعنا، عندنا ديري مرقة بيضاء، مرقة بيضاء بالدجاج ولا باللحم انتي واش عندك، باللحم ولا بالدجاج انتي واش عندك، ولا ما عندكش ديريها بالقطعة تاع البنة، يعني ماشي شرط
ديري قطعه يعني طرف لحم ولا طرف دجاج، واللي ما عندهاش ديري قطعه تاع البنه معليش، ديري البصل الزيت ملح فلفل كحل عود قرفه، قلي مليح مليح ومن بعد مرقي بالماء يعني مشي بزاف الماء، ديري القطعه تاع البنه نتاعك وخلي وديري شويه حميصه حميصه وخلي المرقه تاعك تطيب عادي حتى تطيب ديك الحميصه تجي بنينه، واذا كان درنا اللحم او الدجاج لا باس راهي طيب المرقه نتاعنا. ونوجدوا لي غالات تاعنا نرافقوها بلي غالات يعني خبيزات بالروس والسلق، لانه كلموني اخوات قالوا لي انا محتفظين بالسلق في الكونجيلاتور دونك يعني حبوا كيفاش وعدتكم قلت لكم في رمضان رايحين نوجدوا يعني الاطباق بال بون. هنا واش نحتاجوا؟ نحتاجوا روز، حاولي يكون الروز داك الابيض يعني رخيص كامل، نحتاجوا كميه تاع روز، نحتاجوا شويه تاع سلق يعني سبانخ مغليين ومقطرين، مغرفه تاع اكل تاع فرينه، ملح، نحتاجوا السنه او اثنين تاع ثوم. فوالا نعاودوا الروز ابيض نحتاجو هذاك يعني رخيص كامل باه يطيب بالخو يعني باش يطيب ويتعجن لنا، سبانخ يعني سلق سبانخ مغليين ومقطرين، مغرفه تاع اكل تاع فرينه، ملح والثوم، ونحتاجو شويه فرينه باش نرمتو فرينه هذه مغرفه تاع اكل في المقادير، نحتاجو فرينه وزيت للقلي بيان سيغ. الوغ شوفي طريقه التحضير سهله سهله، نديرو الماء المملح في طنجره، نديرو الماء والملح كي يطيب يعني كي يغلي نرمو الروز تاعنا، نديرو بون ما نكتروش لانه نديرو الروز يطيب حتى يعني يشرب كامل هذاك الماء، حتى تشوفيه طاب مليح يشرب هذاك الماء كامل ويجي يتلصق يعني يطيب بيان يطيب مليح، يعني ما راحش نقطروه نخلوه في الـ في الـ في الـ في الـ في الماء تاعو يعني يطيب يطيب، ما نكثروش الماء يطيب باش حتى يشرب كامل داك الماء ويبدا يتلصق يعني يطيب بزاف. الوغ هنا عندنا الزيبيناغ راهم ديجا مغليين ومقطرين، الوغ في ماعون نحطوا الروز تاعنا بعد ما يبرد بيان سور، نضيفوا له السبانخ اللي قطعناهم وغليناهم ودرناهم يقطروا برك يقطروا، عصريهم مليح عصريهم مليح باش ما يكونش فيهم الماء، شتي حتى يعني كي يغلو ديريهم يعني على البكري خليهم يقطروا في كسكاس ومن بعد عصريهم مليح وضيفيهم للروس، ضيفي المغرفه تاع الفرينه الملح فلفل الكحل والثوم مربي هذو كامل خلطيهم، من بعد ديري كرات صغار الوغ ومن بعد شكلي خبيزات، ديري كرات ومن بعد ديك الكره شكليها خبيزات، ومن بعد نرمدوهم في الفرينه ونقلوهم مباشره في الزيت حتى تشوفي تحصلوا على ان كولور دوغي يحمروا رايحين يحمروا يجوا شابين، حطيهم فوق ورق ماس سيغ سي دو بابي ابسوربون، ومن بعد كي توجدي تحطي يعني نرفقوهم بهذيك المرقه اللي حضرناها تقدر الاخت قلت الا درتيها بالدجاج لاباس، واللي ما عندهاش امكانيات ديرها يعني غير بالقطعه تاع البنه، تحطي في صحن تقديم المرقه تجي بنينه قليله الحميصه وتزيني بهذوك الخبيزات تاع السلق تاع السبانخ يعني بنان شابين، تقدري ديريهم بالمرقه كما تقدري ديريهم يعني ناشفين، إذا كان درتي مثلا طبق واحد آخر يعني رئيسي واحد آخر تقدري ديري وتقدميهم ناشفين يعني في صحن التقديم تحطيهم وحدهم هكذاك مع شرائح الليمون يعني ويتكلوا ناشفين بلا مرقة، وإذا كان قلت ما درتيش الطبق الرئيسي ديريهم كطبق رئيسي بالمرقة وتشوفي بنان يعني رايحين يعجبوكم أكيد. فوالا دونك فوالا دونك هنا هذو هما الحوايج المالحين، وضروك نقدم لك سيدتي للسهرة رايحة نعطي لك ان تشيز كيك، تشيز كيك للسهرة. الوغ تشيز كيك تاعنا واش فيه؟ نحتاجو علبة نتاع بيسكوي مرحي، نحتاجو 120 غرام مارغرين دايبه،
نحتاجو 5 علب نتاع ياغورت طبيعي، نحتاجو كاس ماهوش معمر نتاع سكر، كاس قل ربع، كاس قل ربع يعني ماهوش معمر، كاس قل ربع تاع سكر، ونحتاجو 2 كيسان حليب بودرة، نحتاجو لوز منسل أو كوكو اللي ما عندهاش دير كوكاو، ونحتاجو إن صوص كراميل، صوص كراميل هي تتباع يعني كراميل، اللي ما عندهاش كامل صوص كراميل يعني باسكو هنا للتزيينة تقدري ديري ديك الكراميل نسيبوها في العلب تاع الفلان، العلب تاع الفلان راهي تتباع لي صوص كراميل في في قرع، اللي ما عندهاش تستعمل هذيك الكراميل اللي نلقاوها في الـ في الـ في الـ في لي بوا تاع الفلان، تاع الفلان تسيب واحد الساشي في الكراميل هذاك جوست للتزيين باه نزينو. الوغ نعاودو علبة تاع بيسكوي مرحي، عندنا 120 غرام مارغرين ذايبة، عندنا 5 علب تاع ياغورت طبيعي، عندنا كاس قل ربع، كاس قل ربع تاع سكر، سكر عادي، عندنا 3 كيسان تاع حليب مجفف لوز، و اون صوص كراميل. بون هنا واش نديرو، نخلطو دابور لي بيسكوي نرحوهم، ون البيسكوي مرحي الوغ نضيفولو لا مارغارين ذايبة، نخلطوهم مليح مليح، نخلطوهم مليح مليح، ونديروهم دون زان مول، نديروهم في ان بلا. الوغ اللي عندها هذوك لي ديسك معليش، الشغل يعني اللي على القوالب اللي يجوا متقوبين من فوق ومن تحت، ديري تحطي ملي ما عندهاش دير ان بلا يعني عادي. هنا دوك تشوفي علاش نحتاجو ان بلا اللي يكون يروح يعني نتاع لي تشيز كيك اللي يكون غامق، غامق يعني يكون غابي، تعرفي ديريها دابور في البلان تاعك، وديريها هنا كيفاش ديري. الوغ كي تحطيها، تحطيها في الـ في الـ في, الـ في البلات تاعك، ومن بعد بالمغرفه يعني باش تكون لا سيرفاس تكون ليس يعني باش السطح تاعها يكون املس، بالمغرفه تزيري عليها هكا باش يعني باش نقولوا باش السطح تاعها يكون ليس، تعرف الاخت يعني بالمغرفه بالظهر تاع المغرفه تزيري عليها باش تسويها مليح. نعم، وتحطيها في الثلاجه، تحطيها في الثلاجه. الوغ من بعد من جهه اخرى ضربي الياغورت مع السكر والحليب تاع البودره تاع الحليب، تخلطيهم مليح مليح. الوغ نضربوا الياغورت مع السكر وبودره الحليب، نضربوهم مليح مليح، ونفرغوهم فوق لو فون نتاع لا تارت، نفرغوهم فوق لو فون تاع لا تارت بعد ما تكون يعني هذيك لو فون يكون رياح في الثلاجه، قلت نخرجوه من الثلاجه ونفرغوا هذاك الخليط في الفوق، سقموه مليح بالمغرفه ونديروه قلت في الفرن، ونطيبوه يعني جوست بضع دقائق برك، يعني ما نخلوش بزاف، ما نخلوش بزاف حتى ينشف برك. لازم تعرفي سيداتي بانه لازم الكوشه تكون شعله غير من الفوق باش تفهمي، نحطوا المول تاعنا نحطوه في 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 الفرن، ونشعلوا الكوشه من الفوق ونخلوه جوس باش الكريمه هذيك تنشف سيتو، دونك جوس كلكو مينوت بضع دقائق برك يعني كلكو مينوت، ونخلوه باش يعني هذيك السخانه تجي في يعني تكون في يعني تسخن جوست هذيك الكريمه باش الكريمه نتاعنا تنشف. الوغ كي تنشف الكريمه نتاعنا نخرجوها من الفرن، نخلوها حتى تبرد، ونزينوها باللوز منسل، نفرغوا فوقها يعني نديروا دابور هذيك لا صوص كراميل، ونديروا كامل اللوز منسل من الفوق بلا ما نحمصوه، لانه اللوز الا كان درتي الكاوكاو حمصيه، الا كان عندنا لوز منسل يعني لي زامون دي فيلي، نديرو كامل الوجه نتاعها بلي زامون دي فيلي، وديري خطوط هكذاك بهذيك لاصوص كراميل، او الا ما عندكش لوز افيلي ديرو
كوكو إفيلي. اللوز نديرو هني يعني خضر، اما اللوز اما الكوكو نحمصوه لانه ماهوش بنين خضر، نحمصوه شوي ونديرو كامل الوجه، نغطو الوجه نتاعها ونزينوها، نديرو خطوط بال يعني بهذيك لاصوص كراميل ونديرو في الثلاجه ويؤكل بارد. فوالا سي تان تشيز كيك يعني في متناول الجميع، ما فيش حوايج يعني اللي غاليين ولا الحوايج اللي يعني مفقوده، دائما حوايج اللي موجودين في المحلات وباسعار مقبوله، لانه الياغورت طبيعي عادي يعني موجود، السكر عادي، البسكوي ديري البسكوي يعني عادي، دونك يعني كل المقادير متوفرة وبأسعار مقبولة. نتمنى إن شاء الله الكيفيات اللي قدمتهم لكم تكون نالت إعجابكم. واش نقول لكم؟ نقول لكم بالصحة فطوركم، تقبل الله صيام الجميع وفي أمان الله.